طلاب، السلام عليكم. خليني أبدأ بالمحاضرة إن شاء الله. ماشي دكتور، وعليكم السلام. إن شاء الله طلاب، إحنا طبعا بالمحاضرة السابقة بدينا بالملزمة الخامسة اللي بها هي المور كنترولز، اللي بدينا بها إحنا بالمحاضرة السابقة. شفتوا أنتو أخذنا بها مجموعة عناصر اللي هي التشيك بوكس، اللي هو هذا قدامكم رقم واحد. هسه راح اسوي مشاركه لكم للسكرين، زين عيني. بس اني اتذكر من المحاضره السابقه احس اكو بعض الاشكالات تعدكم، يعني تفضلون تكون المحاضره حضوريه اكثر. فاحنا لحد ما يصير عندنا وقت مناسب نلتقي بمحاضره حضوريه، احاول ان شاء الله وياكم شوي نغير ايضا صيغه الشرح، يعني للموضوع حتى تفتهموه بعد اكثر. وان شاء الله بنلتقي بالمحاضرات الحضوريه هم انا منقصر وياكم. فهسه طلاب، قبل كل شيء راح اسوي مشاركه للسكرين، زين عيني، حتى تشوفون قدامكم الملزمه ونسوي مراجعه بسيطه للموضوع مال المحاضره السابقه، وايضا نستمر بالماده مالتنا. طلاب اوكي، هسه قدامكم ان شاء الله الصوره واضحه. واضحة إن شاء الله؟ أوكي. نعم دكتور، واضحة. طلاب، قبل إن شاء الله ما يعني نبدي بالمراجعة، أريد أعرف منكم فد شغلة. أكو أحد من عندكم لحد الآن ما مجرب عملياً البرمجة بالمختبر؟ يعني كطلاب؟ لحد الآن ما جربته؟ أكو واحد ما لازم بيده الحاسبة وجرب فد مثال على الأقل بالمختبر؟ لو كلكم يعني بديتوا بهاي الشغلة. بدون إحراجات طبعاً. ها طلاب. دكتور عيني، المرة الوحيدة اللي أخذنا بها على المختبر كنا هاي من نفتنا حضوري. بس هالمرة الوحيدة اللي اشتغلنا بها على الحاسبة. زين، والمحاضرات الباقية العملية يعني شنو اللي تدسوه بالضبط؟ لو أصلاً ما حضرتوا يعني؟ دكتور حاضرين، بس أغلبنا أنا ما حاضرين، اللي أنت تعرف شغل وجاي أداوم. الباقين يعني أنت هسه مثلاً يعني تنفذت مرة واحدة، الباقين يعني نفذوا أكثر من مرة اللي دائماً دا يحضرون؟ نعم دكتور. أوكي. ماشي. طلاب، أنا طبعًا شنو بالمناسبة، أنا ترى من يعني إذا أسألكم هذا السؤال مو يعني لغرض إنه أنت ليش ما حاضر أو هاي، أنا طبعًا أفضل أنتم طبعًا، أنا قلت لكم الحضور بالمختبر مهم جدًا. بس هي المشكلة هاي المادة يراد لها جزء كبير من التجريب، من التجربة حتى نفتهم المادة أكثر. أوكي يعني؟ أنا بس هاي الغاية من هذا الموضوع. أنا حسب اعتقادي يعني من مراجعة الطلاب، البعض من عندكم عنده حاسبة دا يشتغل بها ويجرب، ربما هواي عندكم من زملائكم يعني ما عنده حاسبة، أو عنده حاسبة بس ما منزل عليها اللغة وما دا يجرب. فإذا هو بالبيت ما يجرب وبالمختبر ما يدخل، الموضوع راح يكون حصرا بس بالمحاضرة مالتي وبالأشياء اللي أنا أطرحها. أوكي، يعني لازم على أقل تقدير لو يحضر مختبر ويضبطه، لو يجرب همينا بالبيت يعني على اقل تقدير، حتى تنطبع الصوره بدماغه احنا على شنو بدنا نحكي وشلون تتنفذ الامور وهاي البرامج. اوكي طلاب، طبعا اللي يشتغل بالمختبر ويشتغل بالبيت طبعا هذا فشي بيرفكت اقدر اني اعتبره، يعني معناته راح كل شيء الاشياء اللي يسويها قدامنا بالكليه دي يجرب، وراح يروح بالبيت بعده يجرب يتعلم اشياء اكثر. إيش قد ما محاضرتكم طويلة بالمختبر أكيد الوقت بالبيت راح يكون أطول. أوكي؟ لأن أنا أقدر أجرب ساعة أو ساعتين بالبيت، حاسبتي واحد وحاسبة مختبر واحد. فاللي أترجاه منكم أيضا يعني تدعم هاي الشغلة، لأنه الشغلة مرتبطة كلش بالجانب العملي، حتى هي اسمها برمجة مرئية. يعني أنا شيء إذا ما أشوفه شلون بعد شلون أقدر يعني أحكي بيه وأفتهمه؟ مو تمام طلاب؟ تمام طلاب؟ ماشي دكتور. اوكي، انا طبعا شنو بالحقيقه اليوم
شوية مثل ما قلت لكم شوية أريد أغير المواد مال الشرح، وبنفس الوقت إحنا بما أنه انقطعنا فترة شوية عنكم، يعني غياب مو قليل، 3 محاضرات أنا ما ملتقي بيكم، أكو أشياء ربما نذكرها بالملزمة هي تبين ككلمة بالنسبة إلي واضحة، بس هي جزء عليكم غامضة. بس أنا باي ذا واي دا أحكيها وأطلع قبل، مو تمام؟ لا، أكو أمور خلي شوية أرجعكم عليها. يمكن أكو أشياء ذكرناها بالملزمة، يمكن هسه هذا الفصل العنوان ماله مور كنترولز. إحنا أصلاً شنو الكنترولز؟ يعني أنا بالمحاضرة من أقول لكم يابا اليوم عندنا في الشيء راح نحكي على شيء اسمه كنترولز، أوكي؟ يعني كنترولز، يعني أنا شنو قصدي بالكنترولز؟ الكنترولز يعني هاي الأدوات اللي نرسمها على النافذة، أوكي؟ يعني الأدوات اللي نرسمها على النافذة. طبعاً أنتوا شفتوا مثلاً إحنا من نسوي مشروع جديد بالفيجوال ستوديو بالسي شارب، طبعاً راح هو من واحدة شيء يعطيني نافذة مثل ما أنتوا شفتوا اللي هي شكل النافذة، وإحنا طبعاً نحدد خصائصها، نعطيها فد لون معين، ونعطيها يعني عنوان معين. بس أني هاي النافذة إيش راح أخلي بها أشياء؟ يعني مثلاً واحد يقول لي أنا راح أخلي مفتاح، أوكي؟ واحد يقول لي راح أخلي ليست مال اختيارات، واحد راح يقول لي أخلي صورة مثلاً، أوكي؟ هاي الأشياء أذني يسموها كنترولز، هاي يسموها كنترولز. زين عيني، هاي هي الكنترولز. فإحنا من نجي بالملزمة تعرفون الكنترولز، هسه أنا من أشغل لكم الفيجوال ستوديو، الأدوات اللي موجودة بالفيجوال ستوديو هي طبعا عدد جدا كبير، يعني ما ممكن واحد يشرحها كلها، مستحيل يعني. هسه شوفوا راح أشغل لكم الفيجوال ستوديو، أرايكم بس الأدوات اللي موجودة، عدد هائل من الأدوات. فإحنا برغم أنه ده ناخذ إحنا عينة من عدهن، مو تمام؟ خلينا نقول عينة من عدهن حسب الحاجة مالتنا اللي نحتاجها، بس هي يعني حتى هاي العينة من نريد نشرحها ما نقدر نشرحها بشابتر واحد. فلذلك أشوف أكو مثلا نقول حكينا على الفورم وسم كنترولز، اجى فصل اخر همينا بي كنترولز، مثلا هسه هذا الفصل الخامس مور كنترولز، لان الكنترولز هي هاي الادوات باعوها طلاب اللي هي على جهه اليسار، فهاي كميتها كلش هائله طبعا. فاحنا كل وحده بها طبعا استخدام وبها خصائص وشلون نتعامل وياها، احنا ما نقدر ناخذها كلها، بس ناخذ الاشياء المهمه منها الستاندرد. باقي الادوات انت بس مجرد تجي ترسمها على النافذه وتشوف خصائصها راح تعرف هي شو تسوي، بس احنا اكو اشياء هي ستاندرد. راح نرجع على شغله مهمه، راح تقول لي مثلا استاذ اوكي انت اجيت وشرحت لنا مثلا اول مره على الفورم واحنا افتهمنا، لانه البرنامج هو على الاقل بي فورم، فالفورم عنصر مهم هي النافذه. بعدين قلت اكو البتنز، لان هذا المفتاح نضغط عليه يسوي عمل، قلت اكو صندوق نص ندخل بيه معلومات، قلت صوره نطلع صوره. زين اذن شنو الادوات بعد اللي راح تعطيني اياها؟ بعض الطلاب احنا الادوات بالحقيقه يعني خلينا نقول من خلال الممارسه مالتي للبرمجه، الادوات اكو بيها انواع الكنترولز، يعني قصدي يعني حتى باكر عقبه انت من تريد تسوي فد برنامج تقول انا ياهو راح استخدمهن. زين هاي الدكتور ليش شرح لي اياها وربما يعني ما راح استفاد من عندها، اوكي؟ فاني شنو خلينا نسوي فد تصنيف بسيط لهاي الادوات حتى انت تقدر تتخيل ايش وقت تستخدم هاي الادوات. طلاب بعض الادوات اكو بها تصنيفات، اولا اكو ادوات تتعلق بالانبوت والاوتبوت، اوكي؟ يعني قسم من الادوات تتعلق بالانبوت والاوتبوت. يعني انت راح تقول لي زين استاذ شنو قصدك بالانبوت والاوتبوت؟ يعني انتم شفتوا البرمجه قبل اكو عندنا لازم ريد واكو رايت، مو تمام طلاب؟ وياي طلاب؟ وياك دكتور. تمام. وياك دكتور. اكو ادوات تستخدم، اكو ادوات تستخدم لمن؟ تستخدم للانبوت والاوتبوت. يعني هاي انا اريد ادخل فد شيء للبرنامج، اليوزر اريد يعطي انبوت. بس خلوا ببالكم طلاب، هاي الادوات اكو بيها كتابه قسم منها. كتابه.
يعني انت المدخلات مالتك راح تكون كتابه، يعني في مكان مثلا صندوق الناس تكتب بيه اسمك او تكتب بيه رقم او مو تمام، واكو نوع من الانبوت والاوتبوت يجوز ربما يكون سلكت اختيار، يعني اختيار ماشي عيني، يعني مو شرط يكون الانبوت هو لازم الا اني اكتب، يجوز اكو اختيار. يعني مثلا هسه يسالك يقول لك يابا مثلا انت خلينا نقول الجنسيه مالتك، مطلع لك اختيارين مثلا عربي او اجنبي، مو شرط اكتب لك كلمه عربي او اكتب لك اجنبي، يجوز مطلع عليها بشكل لسته او مطلع عليها بشكل راديو بوتن، شلون هسه انا يعني شرحت لكم بذيك المحاضره، وهسه ان شاء الله هم نراجعها، يعني اسوي سلكت لو اختار هاي لو اختار هاي. بس المهم هاي الادوات هي من ضمن يا مجموعه، من ضمن مجموعه الانبوت اوتبوت، هذا اول نوع من الادوات. بقت انت ايش راح تقول؟ زين استاذ انا ايش مدريني؟ يعني مثلا انا استخدم بس كتابه، اوكي هاي انت بالممارسه، يعني انت بالممارسه تقول انا اريد المدخلات كلها كتابه، يجي المستخدم يكتب لي يقول لي مثلا انا اكتب انه انا مثلا عربي، انا اكتب انه انا مثلا عراقي، انا اكتب مثلا خلينا نقول ذكر، اكتب اسمي، اكتب. اكو واحد يقول لك لا والله انا ليش اخلي البرنامج المستخدم كل شيء يكتب، اطلع له مثلا بس مكان اسمه يكتب، الباقي كلها اختيارات. هاي تعتمد انت وين على ذبتك البرمجيه شلون تستخدم الادوات. بس انا وضحت لك انه اكو مجموعه ادوات اللي هي تستخدم للانبوت والاوتبوت، ترى اكو بيها تستخدم ككتابه مثلا يعني صندوق الناس، واكو بيها سلكت اختيار. مثلا المجموعه الثانيه شنو؟ اكو ادوات يسموها تشغيليه. تشغيليه يعني شنو تشغيليه؟ يعني مثلا تشغل لك مالتي ميديا، مثلا تشغيل مثلا ساوند، اوكي ساوند مثلا، او تشغيل مثلا فيديو، اوكي هاي ادوات عناصر انا اخليها مثلا على النافذه، هي مو كانبوت اوتبوت، بس مثلا انا عجبني بالبرنامج يشتغل فد فايل صوتي، او مثلا فد لحظه معينه اضغط فد مفتاح ينعرض فيديو عندي على النافذه، هاي امور تشغيليه. مثلا اكو امور تتعلق خلينا نقول بعمليات خزن البيانات، خزن البيانات اوكي يعني، يعني مثلا انا استخدم ملفات فايلز او استخدم داتابيس، ايضا اكو لها ادوات خاصه. فانت شنو مع مرور الوقت مو نبدي نستخدم الادوات، نستخدم ادوات، وطبعا مو بس خلال المرحله الثانيه، انت طبعا ويا ممارستك ويا اللغه ولي وين راح توصل بيها بالدراسه وياك، يعني ان شاء الله بتستمر وياك زين عيني، فيجوز توصل مرحله اللي تخزن، يعني مثلا تقول اني المدخلات مالتي اريد اخزنها بقاعده بيانات او اريد اخزنها بملف، فراح تضطر تستخدم المجموعه الثالثه من الادوات اللي هي الخاصه بخزن البيانات. عندك مثلا برنامج ب امور تعليميه للمستخدم وتريد تعرض له فيديو او تسمعه فد شيء صوتي، اذا راح تستخدم تضطر الادوات التشغيليه اللي موجوده زين عيني، راح تضطر تستخدم الادوات التشغيليه اللي هي خاصه بهذا الموضوع. اوكي طلاب ماشي عيني، وياي طلاب تسمعوني؟ سمعوني لو انقطع النت؟ سمعك دكتور، سمعك. اوكي اوكي عادي دكتور عادي ماشي. طبعا هو دا يقطع النت، انا اسف كلش يعني دا يقطع، بس انا يمي دا يقول لي الصوت دا يقول لي النت ماكو، بس انتم دا تسمعوني ما اعرف يعني شلون دا يشتغل ما دا اعرف. اوكي طلاب، فهاي مجموعه من الادوات. زين هسه انا على مستوى الشيء اللي احنا يعني خلينا نقول اللي اخذناه، احنا ترى لحد الان بالمجموعه الاولى. دكتور ماكو عرض حدث دكتور؟ ها ماكو عرض؟ دكتور ماكو شيء مشاركه. ماشي صار، هسه راح ارجع لكم الحين. اوكي هسه تمام طلاب؟ نعم دكتور. اوكي طلاب شوفوا هسه احنا لحد الان شنو الشيء اللي اخذناه من ضمن هاي المجموعات؟ طبعا هو اكو بعد مجموعات اخرى، اكو غيرها، اكو مال جرافيكس، مال رسوم،
بس انا هسه خل اقول يعني مجرد بس توضيح لكم، احنا هسه هذني هن الثلاث ادوات او ثلاث مجامع. ترى احنا هسه كل اللي اخذناه من البدايه لحد الان هو كله بالمجموعه الاولى، بالمجموعه الاولى اللي هي هاي. يعني شنو مجموعه الانبوت والاوتبوت؟ ليش؟ لان ارجع اذكركم احنا حتى نسوي برامج على مستوى بسيط مو تمام، على الاقل لازم نعرف شلون نسوي مدخلات وشلون نقدر نطلع مخرجات للمستخدم. فلذلك تشوفون بدينا اول مره بصندوق الناس، بدينا بالليبل، بعدين شلون عرضنا صوره بسيطه. اوكي، هاي الامور اللي اخذناها شويه. بعدين هسه بهذا الفصل يعني الشيء اللي راح ناخذه هي ايضا من المجموعه الاولى مال انبوت والاوتبوت، بس نوبات انت تقول البرنامج مالتي ما يتطلب انه اني اكتب، اريد فشي باختيارات. اوكي، فشنو هي العناصر او الكنترولز اللي ممكن استخدمها كانبوت واوتبوت بس هي تاخذ اختيارات؟ اوكي، تاخذ اختيارات. كان اخر عنصر اخذناه بالمحاضرات السابقه هو الليست بوكس. المحاضره السابقه اخذنا فشي اسمه تشيك بوكس وراديو بوتن. اوكي طلاب، واضحه الفكره لحد الان؟ واضحه دكتور. اوكي زين، واضحه دكتور. ماشي، اكو شغله اخرى. احنا مثلا اذا ردنا مثلا نتعلم على الكنترولز، يعني هسه اوكي انت قدامك الملزمه وانت قاعد يعني تقدر تقراها، واكو امثله بها موجوده مكتوبه، وايضا المحاضرات ان شاء الله احنا بدنا نسجلها. بس انت مستقبلا دي عجبك تتعلم باقي الكنترول، او انت مثلا نسيت الشيء اللي انا شرحته، انا شلون اجي اقرا الكنترول؟ يعني هاي العناصر شلون اتعلم عليها؟ طلاب اهم شيء انت تعرف اسم الكنترول هو شنو، رقم واحد، شلون ترسمه على النافذة، بعدين الخصائص مالته. الخصائص مالته اللي هي عادة تكون وين موجودة؟ تكون بالجانب الأيمن، هذا الجانب الأيمن. منين؟ الجانب الأيمن من اللغة البرمجية مالتي. يعني أنا أعرف هاي شنو الخصائص، يعني مثلا شلون أغير اللون مال هذا العنصر، شلون أكتب كتابة بصفه، زين عيني القيمة مالته شلون أقدر أقراها. أنا بدوري إيش دا أسوي بالمحاضرة؟ أنا دا أعطيكم الفائده من الكنترول، طبعا اللي اذا نشرح عليه احنا يعني بالمحاضره مالتنا، لان اكو اشياء احنا ما شارحيه، مثل ما قلت لكم اكو اشياء هوايه يجوز احنا ما نلحق نشرحها. انا شنو اللي اذا اعطيكم اياه المفروض منطقيا؟ المفروض اعطيكم اولا اسم الكنترول، يعني اسم العنصر مو تمام، لازم تشوفوه بالملزمه حتى تعرفوه اياه هو هذا العنصر. بعدين شكله يعني هو شلون شكله. اوكي يعني بعدين نبدي نشرح على الخصائص مالته، الخصائص التي تخصه. ايضا شوفوا هسه انا من راويتكم الشكل مال الفيجوال ستوديو، انت راح تجي تقول لي استاذ هاي الخصائص احنا ما اخذناها كلها. هسه مثلا هاي شوف راح اختار انا اي شيء، مثلا هسه هذا البتن اكو هواي خصائص تشوفون كلش هوايه. اوكي، انا دائما من اشرح الخصائص اقول لكم سم بروبرتيز. ليش؟ ناخذ الاشياء الستاندرد اللي نحتاجها اللي انت ما تقدر تستغني عنها بالعمل، وبعدين اذا لاحظتوا شوي شوي قمت اقلل بهن. ليش؟ لان هن هذني نفسهن اكو بهن هواي يتكرر من عنصر لعنصر. يعني هسه كل العناصر بيها فور جراوند كلر وبيها باك جراوند كلر وكلها بيها تيكست مو تمام؟ مو دائما تشوفون لازم نشرح هاي الخاصيه. فاني مثلا من اجيت اخذ مثلا هذا العنصر، مثلا ما اخذت كل الخصائص، اخذت الاشياء اللي هي خاصه بي اللي ما موجوده بغيره، بس الباقيات هي ستاندرد موجوده. يعني انا اقدر اغير لونه واغير الكتابه مالته اللون مالها والفونت، بس ما شرحته لان اكو خصائص هي مشتركه بكل العناصر. مع ذلك انت تجوز تريد تتاكد تقول لي زين انا من يقول دكتور انت من يقول اكو حكي يعني متكرر؟ لا هسه مثلا شوفوا هنا أنا اكو تيكست شوفوا اكو مثلا باك جراوند باعوا، اكو باك كلر، اكو فونت باعوا، موجوده هاي الاشياء كلها، بس انا ما ذكرتها لان هذني موجودات ويا باقي العناصر نفسهم. شلون شرحناها بالعنصر اللي قبله هي راح تشتغل ايضا على يمن على هذا العنصر.
فانت المطلوب منك من تقرا ذا العنصر تتعلم عليه، تشوف شكله شلون ترسمه على النافذه، هو اسمه شنو، وايضا انت راح تتحسس انه هذا من ضمن يا مجموعه، هل هو للانبوت والاوتبوت. اوكي انا وضحت لك اياه، قلت لك ترى هو هذا مال انبوت واوتبوت. اوكي طلاب، هسه نجي على امور تخص العملي حتى نرجع للملزمه مالتنا. اكو احد عنده اشكال بان شلون يخلق المشروع، يخلق المشروع وشلون يرسم الادوات على المشروع؟ لا دكتور. اكيد يعني ماكو اي اشكال. هو الموضوع بسيط جدا، يعني مجرد انا اسوي نيو بروجكت، اعطيه فد اسم بشرط اختار نوع المشروع اللي هو ويندوز فورم ابلكيشن، طبعا لغه سي شارب. هو راح يعطيني فورمه وانا مجرد الادوات اجيبها وارسمها واحدد الخصائص مالته، وبعدين ابدي بالكود حسب المحاضره، يعني شنو الكودات احنا نشرحها بكل موضوع ببحث. اوكي يعني زين، اني اكو شغله اعتقد شوي مبهمه عليكم. هذا البرنامج مثلا هسه راح افتح لكم هذا البرنامج، اني هذا البرنامج انا بصراحه من امتحانتكم تذكرون كان اكو بالاسئله مال الامتحانات اكو اشياء لازم تكتبوها كتابه كحل، واكو اشياء لا كانت مجرد هي سلكشن يعني اختيارات تجاوب كاختيارات. اكو واحد مدى يتخيل شلون يجاوب السؤال كحل برمجي، يعني ما يعرف ايش يكتب نهائيا. انا راح اوضح لكم الفكره طلاب، يعني شنو قصدي طلاب بعض، هاي اكو شغله انتم انا بصراحه يعني ما ذاكر لكم اياها سابقا، يعني هاي المعلومه لكم ان شاء الله تستفادون منها اذا تسمعوني ان شاء الله واضح. احنا بالبرمجه المرئيه البرنامج مو مثل البرنامج مال المرحله الاولى، يعني انا اقول لك اكتب برنامج كامل يقوم بما يلي. احنا عاده شو نسوي؟ صح انا اقول لكم سوي لي برنامج بالفيجوال سي شارب بالامتحان النظري، بس حقيقه شو اطلب منكم؟ اطلب منكم تعطيني صوره الواجهه، انت ايش راح تخلي بالواجهه؟ يعني اقول لك ارسم لي النافذه اولا، شنو العناصر اللي راح تخليها؟ يعني مثلا من قلت لك برنامج يقرا اسم المستخدم ويشيك هل هو صحيح لو لا، فانت من يمك قلت راح اخلي صندوق ناس واخلي مفتاح واحد ورسمت لي الواجهه. شلون اجاوب اني بالامتحان؟ اجاوب اول مره ارسم النافذه بالامتحان كشيء مقارب إلها، أبين للأستاذ أنا شنو الأدوات اللي راح أستخدمها، أقول هذا صندوق ناس حتى لو أخلي عليه سهم، يعني أقول هذا صندوق ناس، هذا بوتنز زين عيني. بعدين من أجي أكتب الكود، ما أكتب الكود مال البرنامج كله، الكود عادة يكون متعلق بمن بالعنصر، يعني يا أما الكود مال البوتن مال المفتاح أو الكود مال يعني التشيك بوكس، أنت حسب البرنامج اللي أنت مسوي. يعني شلون شنو قصدي بهذا الموضوع طلاب؟ باعوا شوفوا انتبهوا علي، اعتقد هاي ان شاء الله المعلومه يعني تفيدكم هوايه، توضح لكم هوايه امور كامتحان. يعني هسه مثلا طلاب من اجي اقول لكم اني اريد برنامج يجمع لي رقمين، اوكي تسمعوني طلاب؟ نعم دكتور اسمعك. اي مثلا ردت من عندكم برنامج، اوكي مثلا قلت لكم اريد برنامج يجمع رقمين، اوكي عيني طبعا بالفيجوال سي شارب، هذا طبعا انا من اجيب لك اياه بالامتحان. مثلا راح اقول لك رايت كومبليت سي شارب بروجرام، مو تمام فيجوال سي شارب بروجرام تو اد تو نمبرز، اوكي يعني كانه ما هيك الصيغه. بس انا حقيقه شلون اجاوب؟ تدرون شلون راح اجاوب؟ بعض الاسئله انا اعطيكم الصوره مال الفورمه، وكمرحله متقدمه لا يجيك السؤال بهالشكل، انت المفروض شلون تفكر بالحل مال السؤال. انا طبعا مدى احكي لك كمختبر، المختبر هو يسهل لك امور لان قدامك الحاسبه وتسوي فورمه وتخلي عناصر، بس انت شو تسوي كورقه امتحانيه؟ تقول اوكي هسه اني هذا البرنامج يحتاج نافذه واحده، احنا معظم برامجنا ترى تحتاج نافذه واحده، حتى اقول لكم يعني من البدايه نادرا ما كلش يعني ما صايره عندي انه اني بالامتحانات اكو برنامج بينافذتين، فانت تقول اني راح احتاج نافذه واحده، اوكي راح ترسم انت يمك على صفحه
راح تقول أنا أحتاج هاي النافذة. زين أنا هذا البرنامج يحتاج رقمين input، مو تمام، يحتاج input. الأرقام، هل هاي الأرقام تتطلب إنه هي تكون اختيارات لو أكتب رقم؟ هاي ما ممكن أخليها اختيارات طلاب، لأن أنا إيش قد أخلي رقم للمليون للمئة مليون؟ الشخص ممكن يدخل أي رقم، فإذا ما راح أفكر بالأدوات مال الانبوت اللي بيها اختيار، يعني مثلا أسوي سليكت لرقم، لأن هاي أرقام أي رقم أدخل. فإذا أنت إيش راح تفكر؟ راح تقول يا هي من العناصر اللي أنا ما أخذها بالمادة مادتي أقدر أستخدمها كانبوت. إحنا حقيقة كانبوت وككتابة ترى ما أخذنا غير فقط صندوق النص، فأنت تقول إذن أنا راح أخلي صندوق نص أول، أوكي، هذا دخل بي الرقم الأول. زين والرقم الثاني وين؟ أوكي راح تقول هذا هو الرقم الثاني، أوكي. زين الناتج وين يطلع؟ تقول لي أقدر أخليه، راح تفكر تقول أقدر أخليه يطلع بمسج بوكس، أقدر أخليه يطلع بليبل، أقدر أخليه يطلع بصندوق نص آخر، أوكي. أنا للسهولة راح أقول لك راح أخلي صندوق نص آخر. هسه أكو سؤال مهم، هسه تذني خليتني العناصر، زين هي عملية الجمع شو وقت تصير؟ مو تمام؟ أولا هي بس عملية جمع؟ أي بس عملية جمع، هو هسه يعني كعمل رايد بس عملية جمع. أنت شو راح تسوي؟ راح تقول إذا أنا راح أخلي فد مفتاح، مو تمام؟ يعني أنتم تعرفون أنه بالبرمجة المرئية العمليات ما تتنفذ الا بحدث، الا انه انا اسوي كليك على بتن او فد شيء، فانت تقول هاي العمليه ما تصير الا اضيف انا فد مفتاح على اقل تقدير. اوكي تقول انا راح اخلي عليه مثلا عمليه زائد، اوكي. وانا قلت لكم من يمكم دائما، من يمكم بكل برنامج، من يمكم بكل برنامج افضل تخلون مفتاح المن للكلوز او للاكزيت، مع العلم هي النافذه بيها لي فوق بها الكلوز بوكس هذا، بس انت حتى يكون البرنامج مرتب اكثر تخلي مفتاحه. اوكي طلاب وياي هسه واضحه الفكره انا شلون دا افكر؟ واضحه دكتور. زين هاي ترى هسه دا احكي انا كله ورقه وقلم، يعني انت هسه تجاوبني كورقه امتحان. اوكي شباب زين، اني من راح اجي اقرا مالتكم الحل، اني ما اعرف اذني العناصر شو مسميهن، لان يعني انتم تعرفون اني اقدر كل شيء اغير، يعني مثلا يعني هذا كوماند 1، هذا يعني بتن 1. شوف هسه انت كل عنصر من ترسمه باللغه البرمجيه كل واحد، شوف هسه مثلا شنو اسمه، مثلا هسه هذا اسمه بتن 1، هذا اسمه مثلا بتن 6، هذا بتن مثلا 5. زين فانت هاي مره راح تستخدم الكود، راح تكتب لي انت البرنامج، أنا مش مدريني هذا يا هو العنصر، مو تمام؟ راح تقول لي مثلا button 1 أو text 1، زين هذا وين أنا؟ أنا شو معرفني وينه؟ فأنت المفروض من يمك، إيش راح أسوي؟ مو رسمت لي الصورة؟ من يمك، هاي طبعا داعي المكانك كسياق حل، يعني حتى يكون حلك نظامي إن شاء الله. راح تقول هذا مثلا هو مثلا button 1، هذا شنو؟ هذا button 2. اوكي مثلا هذا تيكست بوكس 1، اوكي يعني هذا مثلا تيكست بوكس 2، هذا تيكست بوكس 3. شفت شلون هسه توضحت انا عندي الامور، بدت الامور تتوضح عندي، بعدني ما شايف الكود مالتك، بس مبين هسه عندي البتن 1 هو المسؤول عن الجمع، البتن 2 هو اللي طلعني من البرنامج، التيكست بوكس 1 هذا الرقم الاول، التيكست بوكس 2 الرقم الثاني، تيكست بوكس 3 هو الناتج، لان ما ممكن يعني نادرا ما واحد مبرمج يخلي الانبوت يصير بنهايه الفورم والناتج يطلع لي فوق، هاي ما هاي بس ببرنامج الكالكوليتر الحقيقي هيك يصير، بس احنا عاده المدخلات فوق والمخرجات وين تكون بنهايه الفورم. هسه السؤال المهم، انا هذا طبعا جزء من الحل، انت رسمت لي النافذه وراويتني شنو الاشياء اللي دا يحتاجها البرنامج، خليت لي هاي العناصر ومضبوط وسميت لي اياهن حتى انا افتهم. هسه الشغله المهمه، الكود وينها؟ يعني أنا شلون راح أكتب الكود؟ طلاب عادة الكود البرمجي هو البرنامج الفرعي المرتبط بالمفتاح، يعني أريدك هاي تتذكرها، أنت من تكتب لي البرنامج أوكي أكو واحد يقول لي أنا أعرف متغيرات، أوكي مو مشكلة أعرف المتغيرات شو تريد تسوي سوي، بس الكودات المهمة هي الكودات مال المفتاح، لأن يعني هي العملية وين تتنفذ؟ بالمفتاح.
زين الكود مال المفتاح شلون ينكتب؟ بعض الكود مال المفتاح بيه قالب، بيه قالب. وين القالب ماله؟ هسه انا بغض النظر عن هذا البرنامج او جزء هذا، هسه البرنامج خلينا نقول يعني يربككم لان بيه هواي شغلات، خل اسوي فد برنامج بسيط فارغ زين يعني، حتى بس اراويكم شنو قصدي بهاي الاشياء اللي دا اقول لكم اياها. هسه هذا ويندوز فورم ابلكيشن راح اسوي له انا كريت، خل اسميه هذا وان مو مشكله. بعد طلع بس انا راح اخليه مفتاح، هذا هو المفتاح. وين البتن؟ وين طبعا هسه هذا اسمه، شوفوا انتبهوا شنو اسمه بعض الادوات هنا أنا اسمه بتن 1. الكود مالته وينها؟ انا من ارد اجاوب بالامتحان. هسه انا هذا ارد اسوي خروج من البرنامج، هذا واحد من المفاتيح مالتنا، فانا راح اسوي عليه دبل كليك. باعوا هذا البرنامج كله انا ما رايده، ما اريده من عندكم يعني، انت اذا تكتب لي هذا فضل من عندك، بس هو في شيء كبير هذا ما احتاجه. المفتاح مال البتن هذا هو الكود طلاب، هذا هو الكود، هذا هو الكود. يعني انت ايش راح تقول لي؟ وها وبالمناسبه هسه انا على المثال مالتي، على المثال مالتي مثلا هسه انت تريد توضح لي العمل مال المفتاح الثاني، ايش راح تكتب لي؟ راح تقول لي هنا مثلا برايفيت، شوف بهالشكل سب، باعوا نفس هاي الكود برايفيت فوت بهالطريقه زين عيني void button 1. بس الثاني هذا يا مفتاح، شوفوا هذا يا هو هذا button 2 click اوكي. وهنا هاي الايفنت والسيندر ايضا هاي ثابته، object sender وايفنت arg e اوكي. اذني انا ما راح احاسبكم عليها يعني، انت يعني حتى ما صعب عليك الامر اوكي، تريد تكتبها اكتبها، اللي مو مشكله خلي لي هذا فارغ القوس زين. هسه شنو العمل مال هذا المفتاح؟ انت ايش راح تكتب لي؟ هاي اكو امور احنا طبعا بالممارسه اخذنا هواي امثله، شفتوا انتم بالملزمه حتى قدامكم مطبوعه، يعني مثلا مفتاح الخروج اللي عاز مال الخروج. هسه من اقول لك اكتب لي البرنامج، انت كتبت لي البرنامج مال المفتاح الثاني شو يسوي؟ راح تقول لي العمل ماله مثلا هو ابلكيشن بهالشكل اوكي يعني دوت اكزيت مثلا، هذا العمل مالته تمام زين. هسه راح تقول لي استاذ زين هو هذا الحال، اقول لك اي هذا جزء من الحل زين. الجزء الثاني من الحل وين؟ راح ترجع تعيد لي تكتب لي، ايش تكتب لي مره ثانيه؟ راح تقول لي مرت الاخ اكو برايفيت زين عيني، شنو همين افويد، وايضا بس شنو هالمره، شنو هالمره بتن 1 كليك زين عيني بهالشكل، وايضا راح تخلي لي بيجن اند. هذا العمل اللي هنا هو شنو هو؟ العمل مال من؟ مال المفتاح اللي هو يخص عملية الزائد. اوكي؟ اوكي طلاب تتخيلون اني شلون يصير عندي الحل؟ واضح دكتور. واضحة الفكرة؟ فترى اني ما عندي برنامج كامل، يعني ابدي من البداية وما اعرف شنو، لا لا بالبرمجة المرئية بالمختبر اي، بس هي راح تعطيك القالب البرمجة المرئية. وراح تعطيك حتى هاي البرايفيت فويد بتن 1 كليك وبتن 2 كليك كلها راح تعطيك اياها، انت راح تسوي عليها دبل كليك وتخليه العمل مالها. بس انا هسه دا احكي كورقه امتحانيه، يعني انت حتى ليش عندك رباك بالامتحان؟ من اقول لك اكتب لي برنامج ايش راح تسوي؟ راح تتخيل اول مره ترسم لي نافذه شنو متطلبات البرنامج، وانتم شفتوا بالامتحانات مالتنا معظم الاسئله مال الامتحان هي افكار موجوده بالملزمه اصلا، بس يعني مستقبلا مو تمام ربما تجيك فكرة على قد الإمكانية ماتك يعني، بس ما موجودة نصاً بالملزمة مو تمام. هاي الفكرة شو تقول؟ تقول خلي أرسم فورما، شو أحتاج والله من أدوات زين عيني. رسمت الأدوات، أنت خليت ببالك الصورة إيش دا يصير العمل. تقول أنا مثلاً زين دكتور عمار بالامتحان شو راح يفتهم مثلاً الأدوات؟ راح تأشر لي عليها هاي التأشيرة هذا أشوفها، هذا تي إكس 1 هذا تي إكس 2، وأكو واحد يقدر يوضح لي أكثر يقول لي مثلاً هذا تي إكس 1 هو الرقم الأول، تي إكس 2 مثلا هو الرقم الثاني، تي اكس 3 هو المخرجات، هيك يقدر يكتب همش يعني على الحل. بعدين من تكتب لي الكود تكتب لي الكودات مال المفاتيح، مال المفاتيح اكثر شيء اوكي، هي هاي المهمه. الا اذا انت مستخدم كودات اخرى، يعني انت مثلا مستخدم الفورم لود انت متعمد. شوف هسه انا عاده
من اجي بالبرمجه هسه انا اقدر احل هذا المثال بلا ما اروح للفورم لود، ما احتاج الفورم لود، بس اكو واحد متعمد هو عنده متغيرات يريد يصفرها بالفورم لود او عنده فد عمليه يسويها بالفورم لود، اذا انت مسويها اذا راح تضطر تكتب لي برايفت فويد فورم لود، وايضا ذني مالك علاقه بهن، راح تخلي لي هاي البيجن والاند مالته وتخلي لي الكودات التشغال بالورقه. اوكي طلاب، هذا هو الحل مال هاي شلون احنا نحل المشكله كورقه وقلم. واضحه الفكره؟ بدت شوي تتوضح لكم الامور اكثر. يا دكتور عاشت. نعم دكتور. ماشي، هسه نجي شغله اخرى. احنا عرفت انت الفويد بتن 1 كليك والفويد بتن 2 كليك هاي ستاندر موجوده. زين الكودات اللي بنصها انا راح اكتبها مثلا ابلكيشن دوت اكزيت او عمليه الجمع هاي شلون اعرفها؟ طبعا هاي من خلال المحاضره النظريه، انتم مو موجوده عندكم بالملزمه طلاب، وايضا المثال اللي احنا نحله يعني بالمحاضره مالتنا ايضا النظريه، مو اراويكم انا فيديو احنا نحل شلون المثال ونبدي بيه من الصفر. هاي التكرار مال الكودات هو راح يعلمني يعني انا شلون استخدم صندوق الناس، شلون اقرا من الرقم محوله الى رقم واجمع، يعني هاي الكودات اللي هي بالممارسه وبالمشاهده مال المحاضرات. الكود اللي انت تكتبه بالمختبر اكيد مره مرتي راح ينحفظ، يعني هسه انا هذا الابلكيشن دوت اكزيت حفظته دائما، كل ما اجي اسوي برنامج مفتاح الاكزيت دا اكتب به هذا السطر، بعد ما يحتاج انا راح اظل افكر به. شكو عمليه خروج من البرنامج هي ابلكيشن دوت اكزيت، فاني بالنظري بالامتحان راسا ابلكيشن دوت اكزيت ربطتها ويا رقم المفتاح اللي هو وظيفته الخروج من البرنامج. اوكي طلاب، باقي العمليات ايضا كل وحده شنو العمل مالها، مثلا شلون اقرا من صندوق الناس، شلون اجمع، زائد شلون ينكتب، وهي طبعا احنا تطرقنا لها بالامثله السابقه، بس انا حبيت اوضح لكم لان احنا ما ممتحنين هواي، احنا امتحنا امتحان واحد حقيقي. اوكي عيني، بس حتى تصير توعدكم الصوره ان شاء الله قدكم يعني قدامكم واضحه، وانا هم ان شاء الله وياكم شويه شويه. اوكي عيني، هسه واضحه الامور؟ واضحه طلاب؟ واضحه دكتور. اوكي. واضحه دكتور. ماشي، اذا هسه نرجع وين؟ نرجع للملزمه ان شاء الله مالتنا. الملزمه مالتنا اللي هي الشابتر الخامس اللي هو المور كنترولز، راح ارجع اذكركم شنو معنى المور كنترولز. معنى المور كنترولز انه احنا هاي الادوات اللي موجوده بالفيجوال ستوديو، اذني الادوات راح ناخذ بعد مجموعه من عندهم. انا شنو الغايه من اخذت هذا الفصل الخامس؟ اكو عمليات طلاب بها انبوت بس ما تحتاج كتابه، يعني انا اريد اسوي لها اختيار سلكشن. اوكي يعني اريد اخلي اختيار لها، فالعناصر اللي توفر لي يكون عمليات الانبوت اختيار، اخذنا منها اثنين بالمحاضرات السابقه اللي هي الليست بوكس، يعني مثلا جبت لكم مثال انه احنا ادي اسماء ايام، انا ليش اخلي اليوزر يكتب لي اسم اليوم؟ لستة مجرد يسوي سلكت إلها هو اختار اسم اليوم بلا ما يكتب. هسه ايضا اكو اثنين من العناصر اللي تستخدم كانبوت وكاختيار، هي التشيك بوكس والراديو بتن. اوكي، تشيك بوكس والراديو بتن. زين شنو ميزة هاي العناصر؟ ميزة هاي العناصر اولا صورها، هاي هي صورته، هذا هو التشيك بوكس. اوكي يعني، وطبعا هذا هو الراديو بتن، يكون عبارة عن دائرة. اوكي، شنو ميزتها؟ اهم ميزة انه هي انبوت بس هاي تاخذ قيمة واحدة، يعني مو تاخذ كلمة، يعني مو ادخل رقم او كلمة، لا هاي تاخذ يعني لو اون لو اوف. فانت شنو امكانية عندك فكرة بالبرنامج تحتاج انه اليوزر يختار فد شيء بحيث هو اون او اوف. اوكي يعني، مثلا راح اعطيكم مثال، اكو اشياء انت لازم تختار شيء من بين اثنين، مثلا شلون هسه قلت لكم قبل شويه، انا احتاج يقول لك مثلا الجنسيه مالته هل هو عربي او اجنبي، او الجندر يعني الجنس مالته ذكر او انثى، هاي ما تقدر تختار واحد، لازم يعني هو مو اختيار واحد، هو اختيارين ثلاثه تختار واحد من عندهم، فانت لازم تستخدم الاختيار اللي هو النوع الثاني اللي هو الراديو بتن. شوف الراديو بتن
يقول لك you can select one radio button in the form at the same time. يعني هو يطلع لك مثلا هنا مثلا Arabic وهنا foreign. اوكي يعني هنا عربي وهنا اجنبي. فانت ما ممكن تختار الاثنين لو هذا لو هذا. بس اكو نوع من الاختيارات مثلا هسه تشيك بوكس، هذا اللي انت تقدر تختار اكثر من واحد. مثلا يجي شيء يقول لك واحد من يعني من البرنامج مالتك يجوز به شيء احتياج، يقول لك اختار لي اللغات اللي ممكن تتحدثها. اوكي انا ما يخدمني هذا الراديو باتن، لان هذا راح تكتب مثلا انجليش لو عربيك لو كردش، بس هو يختار بس واحد. زين مو اني اكو شخص يتحدث اكثر من لغه، فاقدر استخدم تشيك بوكس اكثر من واحد يعطيني بس مجرد انديكيت. انا راح اختار انجليش اخلي عليه صح، اذا انا اعرف اتحدث انجليزي مثلا اللغه فرنش اللغه الفرنسيه اخلي عليها تشيك اذا انا اعرف احكي اللغه الفرنسيه. فشفتوا بدل ما المستخدم يجي يكتب لي يقول لي انا اعرفك احكي انجليزي، انا اعرف احكي عربي. اوكي خو بطلع لي اختيارات وهو بس يسوي لي تك عليه. زين البرنامج شلون يشيك عليها؟ يشيك عليها طبعا اكو وحده من الخصائص اللي اسمها تشيكت، راح تقول لك انت مأشر هذا لو ما مأشره. اذا مأشره يعني انت عندك هاي الخاصيه معنويا مو تمام، واذا ما مأشره يعني شنو انت ما عندك هاي الخاصيه، يعني انت ما تعرف تحكي فرنسي مثلا اذا انت ما مأشر هاي. اذا انت مأشرها يعني شنو يعني انت فعلا تعرف تحكي فرنسي. فقصدي هي شكلا تفيدني كاختار، واقدر ايضا بالكود البرمجي اقدر استفاد من انه هاي الاداه اقدر يعني اعرف القيمه مالتها، واقدر وفق هاي القيمه اتخذ فت قرار بداخل البرنامج. اوكي واضحه الفكره طلاب؟ شنو هسه الغايه من التشيك بوكس والراديو بتن؟ واضحه دكتور واضحه. زين هسه اني راح اول مره ايش راح اسوي؟ احنا الخصائص قدامكم احنا شرحناها، انا بس مجرد راح اعطيكم تذكير بس شنو اريد اسوي فد مثال غير اللي بالملزمه، بس اريد اعطيكم فد انطباع بسيط يعني حتى لا تتقيدون بس بذاك المثال، يعني بس مجرد اوسع افكاركم. طلاب هسه مثلا اني هيك اجتني فد فكره ببالي اريد اسوي فد شيء بحيث استخدم يعني اريد استخدم هاي الادوات لجمع معلومات، هيك اريد ارتب لي فد برنامج، فراح اسميه مثلا بيرسونال انفورميشن. اوكي بيرسونال انفورميشن هيك فد صفحه مال فد برنامج يجمع معلومات. فمن ضمن هاي المعلومات انت ايش راح تقول؟ مثلا اقول لك انا ادخل اسمك. هسه انت بمخيلتك انا شو استخدم يا اداه ادخل اسمي؟ ما عندي هاي شغله كتابه مو تمام، ما عندي غير صندوق النص، راح اجي اخلي صندوق نص. اوكي قلت هذا للاسم. اوكي يعني وراها اجي قلت مثلا دخل الموبايل نمبر. اوكي ما عندي هاي كتابه راح اخليه. اوكي زين شوف هاي الشغله، مثلا اريد اعرف انت يا لغات برمجيه تعرف تستخدم. اوكي يا لغات برمجيه انت تعرف تشتغل بيها، فاقدر شو اسوي؟ طبعا اقدر استخدم بالمناسبه، هل هي لازم وحده لغه برمجيه لو اكثر؟ ممكن اذا الاختيار منطقيا ما يتقبل بس اختيار واحد فانت لازم تستخدم الراديو بتن، بس اذا الاختيار ممكن انا استخدم اكثر من اختيار استخدم تشيك بوكس هو اكثر من واحد. يعني انا هسه اقدر اشتغل لغه فيجوال بيسك وسي شارب، زين عيني اقدر اكثر من لغه، فشوف راح استخدم اكثر من تشيك بوكس. اوكي وشوف راح اراويكم شلون اقدر استفاد من هاي بعدين المعلومات. اوكي اذني هسه هن صحيح ان ادوات وبيهن اكو يمها لافته حتى اقدر اعرف شنو معناها. فمثلا هنا راح اكتب مثلا فيجوال بيسك، هاي طبعا انا اشوف وين انا مأشر على الكنترول، ورحت على خاصيه التكست مالته اللي هو الكتابه اللي يمه. طبعا انا ذاكر لكم هاي الخاصيه بالملزمه، التكست هو الكتابه اللي تطلع يم صندوق الاختيار. اوكي شوف هنا فيجوال بيسك سويته، هنا أنا مثلا شنو باع فيجوال مثلا سي شارب. اوكي مثلا هنا أنا على سبيل المثال مثلا جافا او بايثون. اوكي
احنا اكو اشياء تتذكرون، اكو امور اخذناها تجميليه للبرنامج، اكو امور تجميليه. يعني هسه مثلا هاي اللغات شنو، شو هاي تايهه، يعني شنو هاي، شنو هاي اللغات، شو تخص هاي اللغات. فانت تقدر تستخدم لافته، تذكرون هذا الليبل قلنا نخلي فد لافته تعبر عن معنى شيء. اقدر اقول هنا هذا الليبل مثلا، هذا مثلا يوزر نيم او بيرسون نيم، يعني هسه احنا نجمع معلومات شخصيه بيرسون نيم. اوكي يجي بهالشكل، مثلا هسه هذا بيرسون نيم. اوكي يعني راح استنسخها طبعا بس حتى شويه يعني استفاد من السرعه. هذا مثلا موبايل نمبر راح اخلي هنا، هذا مثلا هنا هذا موبايل نمبر مثلا راح اكتب، اكتب هنا أنا. اوكي طلاب وياي؟ وياك دكتور. اي شوفوا مثلا ذني ايش راح اعبر عنهن الثلاث اشياء، يعني حتى بس تكون مثلا راح اخلي ايضا ليبل، شوف ايش راح اعبر عنها. كوبي هنا مثلا بيست مثلا، شوف ايش راح اكتب، بروجرامينج لانجويج I can use it. اوكي يعني ماشي، شوفوا ايش بهالشكل، اذني programming language can I او I can use it. ماشي يعني هاي، يعني انا من الاشياء هنا يعني شنو معناته انا هاي اللغات البرمجيه اقدر استخدمهن. شوف يعني في شيء بسيط، راح استخدم لك العنصر الاخر اللي قلت لك عليه اللي هو مثلا راديو بتن، هذا اللي ما يتقبل بس اثنين. مثلا شوف ايش راح اسوي، راح انتبه على هالشغله، كوبي مثلا جندر يعني الجنس مال الشخص. اوكي يعني هنا ايش راح اسوي، هاي ما يتقبل يعني لو هيك لو هيك مو تمام، فايش راح اسوي، استخدم راديو بتن، هذا راديو بتن اول. اوكي وراح استخدم ايضا راديو بتن ثاني بصفه راح اخليه، شوفوا هنا واوتوماتيكيا هو ما يسمح يعني بس تختار واحد من الاثنين. مثلا هذا راح اكتب هنا ميل زين عيني، وهنا مثلا فيميل. اوكي طلاب هسه شوف انت بعد من تجي هسه على سبيل المثال هسه على على هالمستوى مال هذا البرنامج، شوف مبين هو بيرسونال انفورميشن يعني دا ياخذ اسمك وموبايلك مو تمام، بس شوف انا شلون وظفت الادوات. مثلا هنا انا راح اكتب مثلا عمار مثلا فالح مثلا بهالشكل زين عيني، مثلا الارقام رقم التليفون مثلا هذا هو رقم التليفون، مثلا اللانجوج يعني اللي استخدمهن ذني فقط، مثلا راح اقول ذني مثلا ميل. اوكي فدا شوف شلون قدرت اجمع الارقام. اكو طريقه اخرى لجمع الارقام، اقدر اخلي صندوق نص اكتب لي كل اللغات اللي تتعرفها، راح تكتب لي فيجوال بيسك وتكتب لي فيجوال سي شارب وتكتب لي بايثون وبعدين الجنس تكتب لي ميل او تكتب فيميل اذا هي مثلا فتاه او بنيه. بس انا اقدر اخلي اذني الادوات هاي ما ممكن تغلط بها، انت لو هاي لو هاي، مثلا هاي لو تعرف لو ما تعرف تمام. شوف شلون انا وظفت الادوات، بس انا شلون استخدمت الادوات، اول مره قريتها للاداه عرفت هي شنو اسمها شلون ترسم زين عيني، وايضا عرفت انه هاي تاخذ اون اوف وهي تستخدم للانبوت فاستخدمتها وظفتها حسب الفكره مالت من مال البرنامج اللي انا احتاجه. راح اراويكم شلون استفاد من القيم مالتهن، يعني انا شلون راح استفاد من القيم مالتهن. اوكي راح احاول بطريقه ما، راح اخلي مفتاحين طبعا. شوف راح هسه راح ارجع واقول لكم وين شغل البرنامج، يعني انا وين الاجراء. هسه انا مجرد بالواجهه تلاعبت سويت كتابه وسويت سيليكت، الاجراء ما ممكن يكون اذا مو بتن لا تصدق. اوكي
بتن راح اخلي تقترض ان قاعده بيانات حتى نحفظها بعد. بالضبط هاي انا اذا هاي شنو هاي اذا انا حبيت اخزنها مو تمام انا هسه لا فقط مجرد دا اراويكم انه شلون راح اجمعها من الواجهه واطبع لك اياها بطريقه ما. اوكي واطبع لك اياها بطريقه ما. فهنا مثلا راح اسمي راح اقول مثلا شو انفورميشن مثلا بطريقه ما وارد اراويكم يعني احنا زين الشو انفورميشن هاي احنا شنو الادوات اللي اخذناها ممكن اطلع لي معلومات هم انا حتى يعني نستفاد كمراجعه هم انا ان شو راح استنسخ هذا المفتاح حتى شويه يكون بنفس الحجم استفاد من قد يكون شكله حلو يعني هذا راح اسميه زيت. اوكي شوفوا طلع هسه باعوا شوفوا هسه راح تقول دكتور شو ترى خليت مفتاحين اوكي انا ارجع اقول لكم هذا مال الخروج شكلا احنا دائما شو نسوي لازم نخلي مفتاح خروج الكود ما راح افتحها شنو يعاز الخروج بلا ما ادوخ نفسي راسا ابلكيشن دوت اكزيت مو تمام هذا يعاز الخروج من البرنامج هسه هذا شغال باعاني بلا ما ادوخ نفسي هذا ما يراد له يعني تعب مو صحيح هذا اكزيت اوكي راح يطلعني من البرنامج اوكي ارجع هسه انا شلون اجمع المعلومات باع طلاب هنا أنا شوية هسه يرادنا نبدي نفتهم الموضوع اني المعلومات النصية اقدر قبل اطبعها ما تحتاج علم يعني هاي كلش بسيطة اقرأ صندوق النص محتوياته شلون اقرأها راح اجمع سترينج اسوي فت سترينج راح اقول هاي سترينج اوكي راح اسميها مثلا خلينا نقول اس ماشي عيني بهالشكل راح اجي اقول اول مرة اس تساوي ان بعض راح اقول مثلا هيك بيرسون نيم وانتم حاولوا وياي تفتهمون هسه انا ايش دا اسوي اوكي طلاب زائدا بعرف شو راح اسوي تكست بوكس 1.txt هسه من الشباب يقدر يقول لي شنو هاي سويت اني ها شباب من البنات حتى يقولون بس تحكي ويا الشباب سأجاوب؟ اي جاوب طبعا عندك استاذ هذا متغير نوع سترينج خزنت بنص يعني كرساله واستخدمت الكونكات مع التكست بوكس والتكست اللي راح تجي من القيمه انا خل ارجع تعرضها برساله بعض انا خل اجيكم خطوه خطوه اولا انا شنو هاي شنو شو انفورميشن يعني انا دار اطبع اوكي طلاب داري اطبع الاشياء اللي دخلتها بالواجهه زين هل الاشياء اللي موجوده بالواجهه هي شغله واحده اذا شغله واحده اطبعها بمسج بوكس فضلت راحت بس مو انه هوايه فانا شو اسوي ما اقدر شلون اجمعهم كلهن اجمعهم كلهن بسترينج واحده اول مره اسوي لهم كونكات وبعدين اطلعهم في مكان معين انا وين ممكن اطلع الاوتبوت أنا اللي عرفته لو طلع بليبل اللي أخذناه لو بمسج بوكس مو تمام؟ أخذنا مسج بوكس تذكرون بالمحاضرات السابقة لو أرسم ليبل لو أيضا صندوق نص فأنا حبيت أطلع بمسج بوكس فسويت رحت على هذا المفتاح أول مرة جبت المعلومات من صندوق النص شلون نقرأ المعلومات اللي موجودة بصندوق النص؟ نكتب له تيكست بوكس 1.txt وديته وين للإس بس هذا راح يجيني بس الإسم أنا ضفت وياه فد معلومة حلوة قلت له بيرسون نيم هو ترى هذا هسا هاي المعلومة كلها وين انخزنت بالاس اوكي عيني ماشي اوكي دكتور وراها طلعتها وين طلعتها مسج بوكس دوت شو راح اطلعها بمسج بوكس بالله خلينا نشوف خلينا ننفذ شوف هسه انا طبعا بس معلومه واحده راح اجي هسه مثلا راح اكتب عمار مثلا فالح بهالشكل شوف هسه من اجي اقول له باعوا شو انفورميشن شوف قال لي بيرسون نيم شنو؟ عمار فالح دا تلاحظون؟ اوكي شفت شلون؟ هاي بشكل مبسط زين اريد بعد باقي المعلومات ارجع شو اسوي؟ راح اجي
اكو طريقه اقدر ادمج هسه الاس الجديده هي الاس القديمه مو تمام، زائدا راح اجي اقول له شنو هسه مثلا موبايل نمبر مو تمام، هم انا هاي فد لافته من عندي، زائدا شنو؟ زائدا طبعا التكست بوكس تو دوت تكست. هسه هاي شنو؟ هاي اخذت المعلومه منين؟ طلاب اخذتها من صندوق النص الثاني اللي هو خاص بالموبايل نمبر. بس شنو هاي الزائد؟ مو انت هسه هاي المعلومه كلها وين انخزنت اول وحده؟ انخزنت بالاس. هسه رجعت قلت له الاس الجديده تساوي لنا الاس القديمه اللي هي هاي مضافا الها الموبايل نمبر. هسه صارت المعلومات تراكمت، قاعد تتراكم لان زائد اكو عندي، صارت هسه بالاس. راح اجي هسه اشوف انفذ لكم العمليه، بس شوفوا ايش راح يصير. راح يصير عندي فتخل الواحد بسيط. ما تبين شوي مو واضحه عندي. ما تبين؟ مو واضحه شوي مغوشه. هسه تطلع، هاي شويه من النت عندك يضعف. يصير هيك. شوف هسه بالتنفيذ ما انا ايش سويت؟ انا هم نفس الشيء. هسه واضح عندكم الصوره؟ تشوف المسج بوكس؟ لا دكتور مغوشه. مغوشه. اوكي انا يمي النت ما بي مشكله يعني تطلع عندي واضح. بعض طلاب انا تنون سويت هسه اللي سويته حتى اوضح لكم اياه، خلي ارجع للكتابه يدويا بس حتى توضح لكم الامور. انا سويت شنو بالحقيقه؟ بعض اللي سويته اول مره سويت قلت هيك بهالشكل، قلت الاس تساوي لنا. هسه هاي واضحه الكتابه مالتي؟ واضحه طلاب الكتابه مالتي؟ نعم دكتور واضحه. هسه زائدا واضحه دكتور. اي تكست بوكس 1 مو تمام دوت تكست، واعتقد هاي انتم افتهمتوا شنو هاي الخطوه الاولى. هاي سويت اني خليت فد لافته يعني بيرسون نيم وجمعت وياه الاسم اللي اني مدخله تكست بوكس 1.txt يعني الاسم اللي اني مدخله جمعته وين وديته بالاس. هسه اريد اضيف بعد اراكم ويا المعلومات الباقيه، فقلت الاس الجديد يساوي لنا الاس القديم. هسه الاس القديم هذا شو يمثل؟ يمثل هاي المعلومه زائدا دا اضيف لها شنو؟ موبايل نمبر. اوكي يعني وهاي طبعا منين تجي مال الموبايل نمبر؟ تجي من زائد تكست بوكس 2.txt مو تمام؟ هسه شنو هاي العمليه اللي انا سويتها؟ انا دا اجمع المعلومات مو تمام؟ كلها وين قاعد تتجمع؟ بيا متغير؟ بالاس. بالاس حتى اطلعها مره واحده بمسج بوكس. فشلون اجمعهن؟ بالزائد كونكات كونكات. بس هسه راح يصير اكو مشكله واحده، راح يطلعن كلهن بسطر واحد، يعني من انفذ تطلع كلها بسطر واحد. وفعلا هسه انا نفذت بس شوي كانت يمكم مو واضحه، جزء السبب كنت تطلع عندكم واضحه. شوف هسه راح اكتب اني هنا أنا مثلا عمار بهالشكل، وهنا أنا مثلا راح اكتب 1 2 3 4. شوف هسه راح اطلع مسج بوكس، شوف طلعت لي لزق بيرسون نيم عمار موبايل نمبر 1 2 3 4. ده شوفوا الاوت بده يطلع سطر واحد مو تمام؟ تمام دكتور. زين شلون اخليه يطلع بي اكثر من سطر؟ المفروض اخليه انتر، المفروض اخليه انتر نيو لاين يعني وياه. فانا حقيقه استخدم سلاش ان ما يصير؟ ها عيني؟ سلاش ان هو سلاش ان بالضبط، هو انا هاي دا اقول لك عليه. فراح اجيب له هنا زائدا بهالشكل، او اقدر بس انا حتى اوضح لكم اياها اريد تصير لكم شويه واضحه اكثر، راح اخليها بهالشكل. بقى هنا راح اخليه سلاش ان، السلاش ان معناته انزل بسطر. هسه نرجع ونشوف شلون تطلع بالتنفيذ. وهسه هنا راح ارجع وهنا 1 2 3. شوفوا شلون جمعت المعلومات هسه، شوف شوف صار بيرسون نيم عمار
موبايل نمبر شنو 1 2 3. تشوفون شلون صارت سطرين؟ اوكي. فانا شلون سويت هاي السطرين؟ طبعا اجيت مجرد ضفت هنا بين الموبايل نمبر وبين ال هاي، خليت هنا هاي الاشاره اللي هي سلاش ان، هاي معناته انزل بسطر. اوكي طلاب زين، شلون بعد راح اجمع باقي المعلومات؟ هسه انت اوكي هاي لحد الان حلو، انت جمعت المعلومات النصيه اللي هي ما بيها تعب، مجرد انت تكست بوكس 1.txt تكست بوكس 2.txt. زين باقي المعلومات شلون راح اجي اجمعها؟ باعوا شلون انا راح اعرف انه انت شنو اللغات مالتك؟ خل اجيب اللافته اول مره، راح اجيب اللافته هاي اللي هي البروجرامينج لانجويج، راح اجي هنا أنا ايضا راح اسوي مرت اللغه اس، راح اقول اس تساوي لنا اس القديمه دا اجمع لين اني، وهنا راح اقول سلاش ان مو تمام، وهنا راح اقول له زائدا هنا أنا. مثلا لانجويج اي كان يوز مو بهالشكل، او بروجرامينج لانجويج اي كان يوز. شوف هسه هاي شلون هنا راح اعرف شلون اجمع هاي المعلومات. هسه انا شنو مشكلتي؟ انت المعلومه اللي عندك نصيه مال اللغه لو عندك اختيار اون اوف طلاب، هذا يعني هذا هو صندوق الاختيار، هذا بكتابه لو تسوي له اون اوف باوع اون اوف، تشوف شلون؟ تفهمون شنو قصدي؟ هذا هو اون اوف. نعم دكتور. هذا اون اوف، بس انا شلون اجيب منه المعلومه؟ يعني هسه انا اريد اقول لك انت يا لغه تتحدث، المفروض اروح على كل صندوق اختيار اشوفك انت مأشره لو لا، اذا مأشره اقول انت تعرف فيجوال بيسك، فباش راح اسوي، شلون اسوي هاي الشغله برمجيا؟ هاي بالاستفاده من الخاصيه مالته، باعوا راح اجي واحد واحد، راح اقول اف تشيك بوكس 1.checked تساوي لنا ترو. اوكي بهالشكل طبعا، ودبليو يساوي احنا نكتب بالسي شارب. اذا انت ترو ايش راح اسوي هنا؟ راح اجي اقول له الاس تساوي لنا اس زائدا Visual Basic. اوكي هاي اول وحده. هاي شنو معناتها؟ شوف انت اقرا لي هاي الخطوه، اذا انت مأشر على التشيك بوكس الاول اللي هو وين التشيك بوكس الاول هذا، اذا مأشر عليه فانت السترنج مالتك الاس ايش راح تخلي بيها؟ تخلي Visual Basic. راح اعيد هاي الخطوه مره ثانيه، شوف بهالشكل، خلي اخلي سبيس حتى لا يلزقهن. شوف ايش راح اسوي؟ اعيدها مرت اللغ كوبي وهنا بيست. زين طلاب بهالشكل، وايضا هنا همينه بيست، هنا كم وحده؟ ثلاثه. هسه اجي على اليمن على الثاني اقول اذا انت مأشره يعني تعرف يا لغه، تعرف لغه سي شارب. اوكي الثالث اذا انت مأشره يعني تعرف يا لغه، تعرف مثلا لغات بايثون. اوكي تشوف شلون بهالشكل. فاني هسه شوف ايش راح اسوي، بعمل راح اجي اجمع المعلومات. شوف هسه انتبه شو راح ابدي اغير لك بالمعلومات. هسه انا راح اجي اقول هنا عمار فالح بهالشكل زين عيني، ورقمي مثلا 1 2 3 4 5 6 7. أنا هسه ما أعرف ولا لغة برمجية. شوف إيش طلع لي. بيرسون نيم عمار فالح، دا أقرأ لكم إياها طبعًا. الموبايل نمبر هذا الرقم، شوف اللانجويج كان أي كان يوز ماكو. ليش طلعت بهالشكل؟ من يقدر يجاوبني؟ ما مختار لغة دكتور. زين راح أختار سي شارب. باعوا. راح تطلع شوف لانجويج أي كان يوز شنو؟ فيجوال سي شارب. زين. راح اختار وياها فيجوال بيسك باوع.
ايش طلع؟ فيجوال بيسك فيجوال سي شارب. اذا تلاحظ راح اختار بايثون وياها. فيجوال بيسك فيجوال سي شارب وبايثون. شفت شلون؟ تدسل المعلومات؟ لا والله انا متردد، انا بايثون مو كلش دارسه، راح اشيلها. شوف راحت البايثون. شفت شلون قدرت اجمع المعلومه من صندوق الاختيار من التشيك بوكس؟ راح تشيكت عليه هل هو تشيكت لو لا. طبعا انا بالمناسبه شوف خاصيه التشيكت انا شارحها. التشيكت ات انديكيتس ذات ذا تشيك بوكس از سيلكتنج اور نوت، يعني هل انت مختاره لو ما مختاره، والقيمه مالته لو ترو لو فولس. بس انا شلون مشيكه بالبرنامج؟ دا اقول هل قيمته تساوي ترو، يعني انت مأشره. زين طلاب باعوا. نفس الشيء بالنسبه لمن؟ راح اعيدها، راح اجيب باعوا هنا اف مو تشيك هالمره، الراديو بتن 1 دوت تشيكت. شوف هاي هذا الراديو بتن اللي هو مال من؟ اللي هو مال الجندر. زين عيني يساوي لنا ترو ايضا. خلي اول مره اضيف هاي الشغله اللي قبل ما نشيكها، راح اقول ايضا اس يساوي لنا اس السابقه زائدا سلاش ان. زين عيني بهالشكل زائدا، راح اجي هنا ايش اقول؟ اكتب له كلمه جندر بهالشكل، مو تمام حتى هو يجمعها. هسه هنا اذا انت مأشر على الاول، انت شنو طبعا بالاول بالتصميم ايش قال له؟ شنو القيمه مالته؟ ميل، مو تمام؟ فاذا هسه ايش راح اسوي هنا؟ راح اجي اقول بالبرنامج هنا اذا خلينا الاس تساوي لنا الاس زائدا كلمه ميل. اوكي؟ وراح اخلي ايضا الثاني اللي هو الراديو بتن 2 كنترول سي كنترول في، بس راح اسوي هنا شنو؟ راح اسوي 2. اوكي؟ هنا ايش راح اسوي مثلا؟ في 100. هسه انت راح تقول لي زين شلون استاذ مو هذا خاف يجمعهم اثنيناتهم؟ راح اقول لك لا مو هذا الراديو بتن ما تقدر تختار اثنين. هو اصلا ما يخليك تختار اثنين. لازم تختار واحد. هسه جرب انت بالتنفيذ وشوف. هسه راح اجي انفذ باعه بهذا الشكل. راح اجي نفس الشيء، راح اقول هنا مثلا عمار فالح مثلا، وهنا انا هاي الارقام. اوكي؟ واختارت مثلا تو لانجويج، شوف هسه راح اختار ميل، شوف من اختار في ميل ما ياخذ واحد منهن. اوكي؟ راح اختار ميل. شوف هسه ايش راح يطلع. باع، طلع لي بيرسون نيم عمار فالح، موبايل نمبر هلجيت، لانجويج اي كان يوز فيجوال بيسك وفيجوال سي شارب وميل. مثلا هسه هنا أنا راح اقول مثلا ساره مثلا. اوكي؟ هنا راح اسويها فيميل. ماشي، وتعرف ثلاث لغات مثلا. اوكي، غيرت. بعد بيرسون نيم ساره، وهاي صارت شنو؟ فيميل. اوكي؟ طلاب شفت شلون؟ فالغايه انا هسه شنو من هذا المثال؟ هذا الغايه بس مجرد انه انا راويتكم شلون دا استفاد من العناصر كفكره اولا لتجميع معلومات. وطبعا مشكور يمكن حسين، مو حسين حبيبي اللي ذكرت لي على قاعده البيانات. نعم دكتور، هو حسين. اي حسين مثلا فعلا هسه انا هاي المعلومات، شوف انت متى ما قدرت تجمع المعلومات من النافذه هسه انا قدرت اقراها كلها واقراها بالشكل الصحيح. شفتوا قدرت اقرا الاسم والموبايل، وقدرت من مجموعه الاختيارات اجيب المعلومه الاصليه. متى ما انت قدرت تجمعهم بفد مكان من وصلن المتغير، بعد انت وراها تقدر تتصرف بالمتغير بكيفك، تروح تخزنه بملف، تروح تخزنه بداتا بيس فايل، كل هاي الاشياء اقدر ان شاء الله يعني اعلمكم عليها خطوه خطوه. اوكي طلاب، بس انا هسه اهم شيء اهم خطوه علمتكم انه شلون استفاد من الكنترول كفكره، وجهتها حسب مشكله البرنامج. بس ذكرتكم بانه هي ترى انبوت، كانت هاي عناصر انبوت بس بيها بس اون واوف، وشلون اقدر اقرا معلوماتها اشيك عليها تشيكت لو لا، وايضا اذني اقدر اختار منهم واحد وظفتها كبيرسونال انفورميشن واستعمل. واضحه الفكره طلاب؟ واضحه دكتور. اوكي، ها
هذا المثال إن شاء الله موجود أنتوا يعني يومكم شفتوه بالفيديو، أتمنى أنتوا تطبقوا الكود مالته، راح تكون إن شاء الله قدامكم واضحة. يعني هاي هي الكود، أنت حتى تقدر من الشغل الفيديو وأنت بورقة وقلم تكتب الكودات، وتقدر يعني تنفذ على الحاسبة، يعني تبع الفيديو بالموبايل وتنفذ على الحاسبة، وتقدر تجرب المثال وشوفه شلون ده يشتغل. أوكي طلاب، هذا بالحقيقة كان الموضوع مع المحاضرة السابقة. بلس أنا سويت أخذت بعد كنترول آخر اللي هو اسمه جروب بوكس. جروب بوكس يعني شنو جروب بوكس؟ يعني هسه مثلا شوفوا هاي العناصر الثلاثة، بدل ما هن هيك مخبوطات أنا أقدر أحوطهن بجروب بوكس كلهن. الجروب بوكس شنو؟ مجرد أنه فدي إطار ويجمع لك مجموعة عناصر بمكان واحد، بس بيه فائدة حلوة أنه أنا أقدر بعدين من أخفي أو أسوي enable و disable، من أسوي للمساحة كلها الجروب بوكس enable و disable، كل العناصر اللي ببطنة راح تصير disabled، كلها ما تشتغل. من أسوي لها enable كلها تشتغل، بدل ما أنا أروح عنصر عنصر. وأيضا هو ظاهريا يفيدني بالشكل، يبين لي أنه هي تشتغل مجموعة سوى. وهذا طبعا اللي أنا سويته بالمثال السابق اللي هو المفروض احنا نشرح عليه اللي هو هذا. شوف هسه هذا المثال، هذا ترى انا مستخدم بيه تشيك بوكس ومستخدم بيه راديو بوتن. شوفوا بهالشكل، باعوا مثلا باعوا بدل ما جندر وهاي كليك عليه، هو بداخل الكليك هم يشيك على القيمه مالته، وهذا طبعا همينه فولد وترانسبيرنسي همينه دي يشيك عليه. راح تقول لي استاذ شلون هاي شلون هذا يختلف البرنامج؟ شوف انت اذا تسوي كليك هنا روح على كليك مالته، بعد شو مسوي؟ مغير اللون، ذيس دوت باك كلر مطي لون. اوكي هذا مطي يلو، هذا مطي جرين. فانا من دا اسوي كليك على الاول يطي اصفر، اسوي كليك على الثاني باع راديو بتن يصير شنو لونه؟ يصير لونه. وهذا الكليك مالته السبروتين مالته برايفت فويد راديو بتن تشيكت تشينج. اوكي طلاب، هذا المثال ترى موجود عندكم بالكامل، يعني بالملزمه هو نفسه موجود، انا خليته هو هو والصوره مالته بالكامل، حتى اذا تشوف تجربه ايضا. هاي الكود مالته خليت حتى ذني الاشياء مالته كلها موجوده. اوكي زين، موضوعنا اليوم لعد شنو؟ هسه هذا المثال ماخذيه ايضا بالمحاضره السابقه. موضوعنا اليوم هو اداه جديده هم يعني تستخدم كانبوت، هم تستخدم طبعا بصراحه اقول لكم اياها استاذ. اي استاذ عندك بس راح تدي المحاضره الثانيه مال الدكتوره اسيل. اي نعم عندك امتحان. اوكي اوكي ماشي. اي ويانا صار يلا ماشي. لعد ان شاء الله بالمحاضره القادمه ان شاء الله طلاب اشرح لكم هذنيك العناصر. اتمنى شوي اليوم توضحت الامور اكثر، استفاديتوا اكثر. نعم وضحت اكثر ان شاء الله. ماشي اوكي لعد ان شاء الله طلاب نتوقف زين عيني، وان شاء الله بالمحاضره القادمه ناخذ بقيه العناصر، وان شاء الله هاي بين ما انتم تمتحنون وهاي انا لحق اذا الله راد احول لكم هاي المحاضره الفيديو اللي سجلناها على شكل رابط مال يوتيوب، وان شاء الله